بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لدينا اليوم حقيقة مؤكدة نراها بالأقمار الاصطناعية. في كل ثانية هناك منطقة على الأرض السماء تمطر عليها، في كل جزء من ثانية الأمطار لا تهدأ أبدا، تمطر في مكان وتختفي في مكان آخر، وهكذا عبر 24 ساعة. الصور الملتقطة بالقمر الصناعي أيها الأحبة تبين وجود ومضات برق باستمرار تحدث، وغالبا ما تحدث فوق المحيطات. طبعا الآن السماء صافية، ولكن في مكان آخر هناك مطر الآن وأنا أتحدث معكم. إذن ما من ثانية، سواء في الليل في النهار في الصيف في الشتاء في كل الفصول، إلا والسماء تمطر فيها. طيب الآن أنا أرى أن هذه الحقيقة هي حقيقة يقينية نراها الآن بأعيننا يعني، ووجود ومضات البرق التي صورها القمر الصناعي هي دليل على وجود المطر، وإلا البرق لا يتشكل من دون أمطار وغيوم، كيف يتشكل البرق؟ وجود البرق هو دليل على المطر. يعني الصور التي التقطها القمر الصناعي تظهر ومضات البرق، تظهر الغيوم ومضات البرق، لا تظهر لنا المطر، من الأعلى لا يظهر خارج الأرض، ولكن وجود هذا البرق يدل على وجود مطر. يعني الآن إذا رأينا برقا في السماء في منطقة ولو بعيدة نعلم أن هناك أمطار، هذا الشيء منطقي طبعا أيها الأحبة. المهم، طيب لماذا أنا أحدثكم عن هذه الحقيقة العلمية؟ هذه حقيقة نراها اليوم واقعة، ولكن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الأمي الذي لم يعرف القراءة والكتابة، الله هو الذي علمه بعد النبوة. هذا النبي الكريم لم يتركنا حائرين، لم يغفل ظاهرة كهذه الظاهرة. لماذا؟ لأن النبي بين لنا كل شيء أيها الأحبة. طيب كيف تناول النبي هذه القضية؟ انظر معي إلى هذا الحديث اللطيف الممتع، فعلا يعني شيء يفرح القلب أن نبيا عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن ظاهرة علمية نراها اليوم في القرن الحادي والعشرين صلى الله عليه وسلم. يقول: ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر فيها. يعني هذا الكلام علمي، هذا ما تقوله وكالة الجيولوجيا الأمريكية، وكالة الفضاء، كل مراكز الرصد والمراكز العلمية في العالم تقول هذا الكلام. ما من ساعة من ليل أو نهار، يعني ما من ساعة من ليل ولا نهار، سواء في الليل أو النهار كل ساعة هناك مطر. طيب اليوم لدينا في اليوم الواحد ملايين من ومضات البرق صورتها الأقمار الاصطناعية، كل يوم هناك ملايين ومضات البرق، إذن هناك كميات كبيرة من المطر قد تنزل فوق المحيطات، فوق البحار، في مناطق استوائية، ولكن هناك مطر باستمرار في مناطق مختلفة. إذن أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال هذا الكلام؟ أولاً ليشهد على نبوته اليوم، ولو أن هذا الحديث صنف على أنه مرسل أحيانا أو ضعيف أحيانا. طبعا هو لا يوجد حديث ضعيف بمعنى الضعيف، لأن كلام النبي كله حق، ولكن هم يقصدون السند، يعني إنه السند فيه شخص ربما ضعيف الذاكرة، ربما يشكل عليه بعض الأمور، فعلماء الحديث حريصون جدا. ولكن أنا أقول لكم إن الحقائق العلمية تجعلني أنا شخصيا
أعتقد أن هذا الحديث صحيح، لأنه أولا لا يمكن لأحد أن يعلم هذه الحقيقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك سنوات جفاف كان الناس يعتقدون أن السماء لا تمطر أبدا. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تريد أن تقنع شخصا أن كل ساعة من ساعات الليل والنهار هناك مطر؟ لا يستوعبون هذا الكلام أيها الأحبة، لم يروا صور الأقمار الاصطناعية هذه. لذلك أنا أقول هذا الحديث بالفعل صحيح، يتفق مع الحقائق العلمية، ويثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن العلماء لم يصنفونه على أنه لم يصنفوه على أنه موضوع وليس مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الضعيف يجوز أن نستأنس به في الحقائق العلمية، ويجوز أن نصدقه إذا تطابق 100% مع العلم، مع استحالة وجود هذه المعلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السؤال الثاني أيها الأحبة، ما الذي يدعو حبيبكم عليه الصلاة والسلام أن يخوض في قضية دقيقة وعلمية وحساسة وتحتاج إلى علماء وباحثين ومفكرين؟ يعني لماذا يقول هذا الكلام قبل أكثر من 1400 سنة؟ هو دليل على صدق نبوته اليوم أيها الأحبة. لذلك الحق سبحانه وتعالى عندما قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين، ما معنى ذلك؟ يعني هل يعني أنه لن يستهزئ أحد؟ لا، سيستهزئون ويسخرون ويشككون ويتهمون النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بتهم باطلة، ولكن تأتي هذه الأحاديث كالصاعقة لتثبت لكل إنسان يبحث عن الحقيقة فعلا. المشككون أيها الأحبة والملحدون ليسوا كلهم، يعني هناك منهم من يبحث عن الحق، هناك من يبحث عن الحق بصدق، فيأتي هذا الحديث ليثبت نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة يعني أرجو أن نتعلم هذا الحديث، نتدبر هذه الأحاديث العلمية وهي كثيرة جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تتطابق مع العلم الحديث ومع الواقع الذي نعيشه اليوم، وتثبت لنا بالفعل أنه رسول من عند الله لا ينطق عن الهوى، كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم كل علم نافع إن شاء الله، وأن ينفعنا بهذه العلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.